عن النتائج التي تمخضت عنها. انصبت النقاشات بشكل خاص حول تأزم العلاقات الدولية في المرحلة الراهنة وإفرازات هذا الوضع على قارتنا الإفريقية التي تشهد هي الأخرى تدهوراً متسارعاً في الأوضاع الأمنية من جراء تعدد وتراكم وتفاقم بؤر التوترات والأزمات والصراعات لا سيما في منطقة الساحل الصحراوي. وبهذا الخصوص أحط الزملاء المشاركين بالجهود التي تبذلها الجزائر وبالمبادرات التي تقدم بها سيادة رئيس الجمهورية لتهدئة الأوضاع وتشجيع التوجه نحو بلورة وتفعيل حلول سلمية للأزمات في النيجر والمالي، وكذا تعزيز العلاقات الترابطية بين التنمية والأمن عبر تعبئة الجهود لتنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل. دول شمال أوروبا يجددون التزامهم بتعميق العلاقات مع إفريقيا في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي، لأننا قادرون على فعل المزيد. الدنمارك ستحتضن الدورة المقبلة للاجتماع الوزاري لدول إفريقيا ودول شمال أوروبا، وسنعمل بجهد لإنجاحها.